متابعينا رح كلكم عم تستنوا هلا باول اسبوع نشر الاسبوعيه، وكيف رح تكون حاله الطقس خلال الاسبوع القادم باذن الله. رح يحكي لنا تفاصيل اكثر عن هذه النشره الاسبوعيه الزميل متنبئ الجوي محمد الشاكر مره اخرى معنا. يسعد صباحك محمد. متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية. سنبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة هذا الأسبوع، الذي يتوقع أن يبدأ بأجواء مستقرة، تقريبا تصل درجة حرارة في العاصمة من إلى 15 درجة مئوية في ساعة النهار وصولا 8 درجات. درجات الحارة هي نستطيع القول بأنها حول معدلاتها الأعلى بقليل، تكون 17 إلى 7 في إربد، 12 إلى 8 في جبال الشراء، 17 إلى 7 في البادية الجنوبية، 23 إلى 16 في العقبة، وتكون 16 إلى 6 درجات مئوية في المنطقة الشرقية. وأجواء مشمسة بوجه عام مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. يوم الاثنين يتوقع أن يطرأ ارتفاع يوصف بينه ملموس على درجات الحرارة، تصل في العاصمة عمان إلى 19 درجة مئوية في ساعات النهار، 21 في إربد، 16 درجة مئوية في جبال الشراء، 18 في معان، 28 درجة مئوية في العقبة، في حين تكون 18 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. تنشط سرعة الرياح الجنوبية الشرقية إجمالا نهار يوم الاثنين، وقد تزيد سرعة هبات الرياح أحيانا بالشعور بالبرودة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة الحاصل. يوم الثلاثاء تظهر كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية دون تغيير جذري يذكر على درجات الحرارة. الأجواء تكون دافئة في ساعات النهار، وأيضا دافئة جدا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتسجل مثلا في العقبة 28 درجة مئوية، وتكون في العاصمة 18 درجة مئوية. يوم الأربعاء يتوقع أن يستمر الطقس على ما هو عليه ليوم الثلاثاء، ظهور الكميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية، أجواء تكون مائلة للدفء في ساعات النهار ودافئة بشكل لافت في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، ولا تغيير جذري يتوقع على درجات الحرارة كما نلاحظ. يوم الخميس يتوقع أن تتراجع قليلا درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يكون الطقس مشمسا في أغلب المناطق ومستقرا، وتسجل العظمى مثلا في العاصمة عمان 16 درجة مئوية، 26 في خليج العقبة، 18 في إربد، 14 في جبال الشراء، 19 درجة مئوية في معان، وحوالي 16 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. نختم هذا الأسبوع بيوم الجمعة، الذي يتوقع أن يشهد تراجعا طفيفا في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام، والأجواء تكون مستقرة في عموم مختلف مناطق المملكة. هناك احتمالية تتأثر المملكة بحالة تقريبا ربما نوصفها بعدم الاستقرار الجوي مع ساعات ليلة الجمعة على السبت، ولكنها ما زالت بعيدة ومؤشراتها غير واضحة. بملخص، هذا الأسبوع أسبوع مستقر في أغلب ومعظم مناطق المملكة، ودرجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. يميل الطقس الدفء في بعض من هذه الأيام، ويكون مميزا هذا الطقس في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة من حيث الاعتدال ودفء الأجواء. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.